السلام عليكم مشاهدين، راني ندير معكم نشارك معكم الفليفله اليوم. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم وليداتكم ميماتكم هيالكم؟ ان شاء الله كاع راكم بخير، راكم منورين ان شاء الله، راكم منورين للقناه، يعطيكم الصحه. Bonsoir les abonnés, comment allez-vous? Ça va bien? Donc aujourd'hui on va faire avec vous du poivron en sauce. Et on va faire feta viande hachée. Une nouvelle recette que ma femme va faire. Ça y a les œufs. Voilà. Coriandre, curcumin, scangibir, paprika, poivre et oignon. Voilà. Bismillah, à la barakatillah. Et ta viande hachée. Voilà. Ouais, tu manges pas. Vas-y. Donc 500 g de viande hachée. Un queue de viande hachée, une tomate. Et on revient avec vous. انا مشاهدين سي الشرمولة تاعنا دوك بحال الحام وبصال ليش راس الحانوت سبيكم ده سبيكم ده تلقى راس الحانوت تسكن جبيه كركمة اللي تاع الطاجين ثاني درت هذا خويا ودنا ثاني ايبيزون تاع الطاجين فوالا وال راس الكولي السال مازلت ما درتش محمد بسم الله على بركة الله ياك فوالا صافي دوك نخلطها ملي نجي نديرو يدينا باش تتخلط مليح معليش ما غاب انا كاينين ما يبغيش فوالا الطريقة التقليدية تحضروا كاين شي تقليدي ها هي مش تاع تقليدية كفتة الجاية كاع كفتة كيف دونك كفتة نو سوا هذا كفتة تاعو نديرو لها كفتة دير فيها كسرة حنا ما نديروش فيها لا ندير فيها الفراني دايرة فيها بصح هذي درت فيها غير بالصل اللي ندير هذا داخل البيتا درت فيها غير بالصل فوالا صلا يا با دو يا با دو بان يا با دو شابلور يا با دو بان سي سان سان كسرة لا شابير ماشي كسر لا شابير شتي كسر ياسر واه لا شابير فوالا ومن بعد نطيبها ونرجع معاها داكور فوالا لي زو لي زو فوالا فلفلة الفلفلة فلفلة شاركتها معاكم راني حاطتها في القناة ça c'est des poivrons rouges, poivrons verts. Vous les mettez dans le four, vous les épluchez et après vous les mettez à la casserole. Voilà, c'est bon. Voilà. معاكم الشلاطه المشاهدين بسم الله اللي تجي مع ديك الكفته الله اللي على بركه الله هلا بصل بوركبه بوركبه ماشي بوركبه شنو هذا بوركبه اونيون فري هذا شحال ما يبغيش يدير بصل بلاش هذا في البشره غزول هاي قريبه انا بني فوالا اونيون فري كما السيبولات كما السيبولات هذا طماطم بسم الله نسيت مايس ما جبتش ما جاي لا ليش مايس كاروت رابي فوالا بسم الله اي والله دي بيبوله سلطة تقليدية خفيفة وصايمة سلري سلري مشاهدين سلري
Repas frais. هذه مع ال مع الاخر اللي بغيت نديرها طماط نزيد شويه سلري نزيد شويه كاروت ايوا كاروت خفي un petit peu de céleri. Voilà. Ou les œufs frost. Les œufs habbat là, voilà. Les œufs. Voilà. Tomates. Vous voulez faire la pâte. Voilà. Ça. Les œufs. Les œufs. Bismillah, la barakat Allah. Voilà. Voilà le plat tana. 5 minutes de chier. Il y a le plat tana. Là, attends, on va attaquer le kefta. Ça y est, maintenant le kefta. Pardon. Chahidi, le plat tana. Il va à la zone de la chine. Il va rester avec un direct de fesses. Je vais dire que tu as un déjà changé ta couleur. Oui. Mais c'est très bien celle-là avant. Ouais, je ne le voyais pas. Ouais. Alors, faut juste. Je vais dire que tu as un déjà. J'ai un déjà. J'ai un déjà. Tu as un déjà. Tu as un déjà. Voilà. Je vais la sauver. Voilà. انا ديما كذا على الساعه انك تبتع خطي وتكمل في الماشي طيب انا مشاهدين
الكبه تاعنا طابت هي عصافير الكبه تاعنا تتحكيات نديركم سلطان تاع ديروها يلا كتب على هكا هاي الفرماج ور هات نجيب الفرماج حاسم نديرو لاصوص هادي لاصوص ندير الفرماج ندير الكفته دابور الفرماج ندير زوج تاع الفرماج ندير معاكم وحده بسم الله على بركه الله ان شاء الله تعجبكم مشاهدين ديروا لي بالكم كومونتير راح الفرماج عصار غلط لعكم تديروا فيها اللي بغيتوا الفرماج الكاشير بها بغيتوا تعمروها تعمروها انا اللي بدات لكم بالكفته ان شاء الله تعجبكم بسم الله على بركه الله لا تنسى فوالا فوالا مشاهدين هذه بيتانا تاعنا تاع اليوم بيتا كفتة بيتا كفتة ان شاء الله تعجبكم ديروا لي بالكومونتير تعجبكم المشاهدين فوالا الشلاطة تاعنا الفلفلة تاعنا نوري نقسم معاكم عشان ان شاء الله علي بسلام عليكم مشاهدي وتهلاو في روحكم خلينا في فيديو يجيكم طويل يعطيكم صحاحيكم وميرسي بوكو بوغ التعليقات الزوينات مرسي 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 بوكو علي بسلام عليكم ما خطر واحد اخر ان شاء الله يا ربي ربي يخليكم لينا ان شاء الله يا مشاهدين علي بسلامه